اخواتي واحد السلام عليكم، كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كنتواجدوا مسنانه. رجينا شنو نقدموا لهم؟ واحد الدار فايجات مسنانه، دار الطبقات صلاح مشروع مخير. علاش حيت فيها شحال ديال الكري؟ خمسة ديال الكري. دار مستقله فيها خمسة ديال الكري. لا شنو خمسة ديال الكري؟ نكذبوا على الناس. خمسة ديال السكنز. قلت لها المعلومات تلفاتني. فيها دار وحده اللي ما مكرياش. دار وحده اللي ما مكرياش، فيها خمسة ديال السكنات. دار وحده هي اللي غادي نصور ديال مولاتها، وربعة ديال السكنات كاملين مكريين. كيف ما قلت لكم فيها جوج ديال الفصادات، يعني جوج ديال لي فصاد، وفيها خمسة ديال السكنات. السفلي فيه سكنة وحده، الإيطاج الأولاني سدة فيها جوج سكنات، والإيطاج الأولاني فيه جوج ديال السكنات وعاد السطح. وكاين قلت لكم كل حاجة والباب ديالها، يعني السفلي عنده باب ديالو بوحدو، السدة عندها باب ديالها بوحدها اللي فيها جوج سكنات، والإيطاج الأولاني حتى هي عندها باب ديالها بوحدها اللي فيها جوج سكنات. فيها 75 متر في السفلي والسدة، و85 متر في الإيطاج الأولاني والسطح. بلا ما نطولوا على الناس، بلا ما نطولوا عليكم، يلا نكتشفوها، يلا نمشيو. الايطاج الثاني، يعني كاين السفلي وكاين السدة، وعاد كاين هذا الايطاج. هذا الايطاج عاود فيه جوج سكنات، كاين هذه السكنه هذه مكريه، وكاينه هذه السكنه هذه اللي غادي نشوفوا دابا اللي في الايطاج الاولاني، حيت كاينه السدة وكاين الايطاج الاولاني وعاد السطح. هو الايطاج هذا فيه 85، يعني لي زابارتومون كيتراوح واحد المتراج ديالهم الوحده ما بين 40 45 متر. اجي نشوفوا هذا لابارتومون، نشوفوا الفصاله ديالها، ونشوفوا كيفاش مفصله. مع الدخله كاين الكلوار اللي كيدي هنايا الصاله والبيت النعاس، وهنايا كاين الكوزينه والحمام. يعني عندنا نشوفوا الصاله والهند الحمام هي الاولى. حمام طبق بالحمام. يلا اختي اجي عندي. هنايا من ورا الباب كاين الحمام، بلاتي نشعل لكم الضوء. الحمام ديال هاد لابارتومون هي هادي ديال هاد الدار المستقله اللي كيف ما قلت لكم جات في مسنانه، فيها في السفلي وفي السده 75 متر. تلاحظوا الحمام راه مزلج حتى للسقف، والوسعيه ديالو هي هادي، يعني فيه لومبلاسمون ديال التواليت مع لومبلاسمون ديال الدوشا. وكيف ما قلت لكم هاد الدار راه كتباع كامله. هاد الدار المستقله جات في مسنانه قريبه للرون بوان في كاينه التوكسيه، وفيها 75 متر في السفلي وفي السده، و85 متر في الايطاج الاولاني والسطح. ودابا يلا نكملوا هاد الدار اللي كيف ما كتلاحظوا هنايا مع الدخله مولات لابارتومون عامله هنايا قنصله، يعني فكره تاخذوا فكره اذا بغيتوا وتفرشوها من بعد. وعاد هنايا كاينه الكوزينه اللي كيف ما كتلاحظوا الوسعيه ديالها هي هذه، جات تبارك الله كوزينه كبيره، فيها صاله ومنجد اربعه ديال الكراسة، وعاد كاينه الثلاجه، وكاين اللورنيه اللي فيها البوطه ديال الطياب، وفيها البلاكاج من التحت. والدار راه كامل ليها عمل تيقان ديال الالومنيوم والشبابك ديال الحديد باش كتبقى سيكوريزي على حساب الوليدات اذا بغاو يطلوا. الكوزينه راه مزلجه حتى للسقف، والوسعيه ديالها هي هذه كيف ما شفتوا معنا. وديما كنقول لكم لطلباتكم لاستشاراتكم لاعلاناتكم، عندكم شي قهوه مطعم بغيتوا ديروا ليه الاشهار، مرحبا تواصلوا معنا في الارقام ديالنا، وان شاء الله ما يكون غير خير. ودابا يلا نكملوا هاد السكنه اللي نتوما كنتوا طالبين الناس كاينه مستقله في هاد البلاصه هادي، كاملين بكم كتحماقوا على مسنانه، احنا جبنا لكم دار كاينه في مسنانه.
كاينه الصاله اللي واحد السيده جالسه مرتاحه واخده راحتها على الاخر. السلام عليكم اختي. عليكم السلام. شتي اختي جالسه ومرتاحه هنايا؟ صراحه عجبتني الكرسي ارتحت هنايا. عجبتها الكرسي ارتحت؟ يعني اذا بغيتي سكنه اللي ترتاحوا فيها مرتاحه. كيف جاتك؟ عطيني الدوز، عطيني الانطباع ديالك، كيف جاتك الدار؟ لا والله الصراحه غزاله غزاله. انا بيدي جاتني مبرد عليها، شتك سديتي ديك الطاقه والله الا غزاله. كيف ما كتلاحظوا هنايا كاينه الصاله ديال لابارتمون اللي كيف ما كتشوفوا دايره بستادر وكتاره، وكيف ما قلت لكم يعني الطاقات كاملين عامل لهم هذا النوع ديال الريدوس ديال الالومنيوم والزاج، وعاد عامل لهم الحديد وعامل لهم الريدو. وهنايا عامل الشبيك، شبيك وي عندك صحافات يعني حتى الشبابك على حساب يعني العباو الستوينه بغاو يطلوا. وهنايا اختي هنده كاين هذا الديكور اللي عاملين من القبص، بنينا هاد الديكور هذا راه مبني، يعني ماشي غير محطوط، هذا راه مبني في الحيط ومقطع ديال التلفازه، يعني الابارتمون مصلوحه. وي اختي للناس امتى حنا كنخدموا امتى كنساليو؟ نعاود نذكر الناس اللي يلاه تابوناو معنا جدادين، توقيت الخدمه ديالنا راه من 10 الصباح ل 8 الليل، من غير سبت وحد. والله العظيم الا كنحاولوا نجاوبوكم وكنحاولوا نلبيو الطلبات ديالكم كاملين، يعني غير صبروا معنا راه حنا معاكم، واللي بغيتوها ان شاء الله تكون خير. يلا نشوفوا بيت نعاس الاولاد. سمحي لي اختي هند غنقطعك، عافاك وري الناس، نسيت ما هضرت لهمش على السقوف والقبص اللي عاملين. صراحه الله راه الدار ما فيها لا غموله لا بروده لا كحوليه، يعني باقة نقيه باقة جديده، ما غاديش تحتاجوا تعملوا فيها حتى اصلاح، غير غتجي تجيب الباليزه ديالك ومره غادي تكون طنجه. لا ماشي هادي، خاصه باليزه كبيره على هادي، حتى كان غير سكنوا طنجه. يلا نشوفوا البيت نعاس الاولاني اللي كيف ما كتلاحظوا حتى هو الوسعيه ديالو هي هادي. تبارك الله راه بيت كبير وواسع. دا ساهين دا كيف ما كتلاحظوا هاد السكاما ديال جوج الناس، هاد الكوكيتات، وحتى هو عامل لي هاد الديكور هذا في الحيط. فكره ممتازه الصراحه الله، اذا بغاو يعملوا فيها الكتوبه اولا تعملوا فيها ديكورات، يعني ليكم حيت اختيار كيفاش تستغلوا ديك السباس. وعاد هنايا كاين الموطا ديال الحلاقه، يعني الحلاقه كتقولوها بطنجاويه حلاقه تما هي لا كومود. والحلاقه على مين جبتها؟ حلاقه كلشي كلشي ديال هذا الشيء هو كتلاقوا، حيت الناس كيقولوا لي علاش كتخوي الحلاقه، انا سمعتها منكم من طنجه وكتقول حلاقه كلشي كنقول. المهم كاين الموطا هنايا، وعادي الا بغيتو تعملوا شي طبيله صغيره من باقي الاسباس هنايا. وهنايا كاين الماريو ديال 4 دبان، يعني كيف ما كتلاحظوا البيت راه كبير وواسع تبارك الله. صراحه مولات الدار مسوله تبارك الله، الله العظيم الا مسوله وداكشي، يعني كل حاجه في بلاصتها. وكيف ما شفتوا معنا خوتي وخواتاتي، هذه هي الدار المستقله اللي جات في مسنانه، فيها 75 متر في السفلي. سمحي لي قبل ما نقول لك، راه مولات الدار ديال هذه الدار هذه راه هي اللي عملت هاد الديكورات هنايا وعملتهم في البيت النعاس. يعني اذا بغيتوا شي واحد اللي يصمم لكم عيطوا لنا ونعيطوا ليها ونشاركوا فيها ونصاوبوا لكم الحنيده. يلا نكملوا هاد لابارتمون. كيف ما قلت لكم هاد الدار المستقله جات في مسنانه، فيها 75 متر في السفلي وفي السده، وفيها 85 متر في الايطاج الاولاني وفي السطح. كيف ما قلت لكم يعني السفلي عنده باب بوحدو، السده حتى هي عندها باب بوحدها من الفصاد الثانيه، حيت هاد الدار جات دو فصاد. مهم الدار كيف ما قلت لكم فيها 75 متر في السفلي وفي السده، و85 متر في الايطاج الاولاني والسطح، فيها خمسه السكنات. والحاجه المزيانه اللي فيها انها كل ايطاج عنده بابو بوحدو، كتباع بالكراي اللي فيها، والكراي راه كاين اللي كاري من 1400 درهم
70 من 1000 حتى 1400 درهم. يعني غادي تشريوها راه مشروع مربح وفيها هاد السكنه اذا كنتو غادي تسكنوا فيها وتقابلوا الكري. اذا عجبتكم وبغيتيو تجيو تشوفوها مرحبا. صافي جديها لا هذه ديال موليها. اذا عجبتكم وبغيتيو تجيو تشوفوها مرحبا. تواصلوا معنا في الارقام اللي على الشاشه وعيطوا لنا اذا بغيتوا تشوفوها غير نهار قبل باش ندير لكم موعد مع موليها واللي مكتبه ليه في الرزق ان شاء الله تكون مكتبه لي. اسمح لي نقطع بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديبلاصو من مدينه لمدينه هادوك خصهم يعلموني نهار قبل اولا يومين قبل حيت تقدر الدار تكون تباعت وهو مسكين جا طنجة وما كيعلمنيش فكنقول له تباعت شي في طنجة واللي في الخارج يعني في اللي في الخارج وبغاو يشريو هاد الدار يصيفطوا لنا عائلتهم ولا الناس اللي كيعرفوا يعيطوا لنا نهار قبل باش نديروا ليهم لي رونديفو غير باش يتاكدوا معنا واش الدار تباعت اولا باقا. واللي بغى يسقسي على هذا الدار اللي بغى يسقسي غادي يسقسينا في الارقام اللي على الشاشه لهنا الريفيرونس وهنايا الرقم كاين وهنايا كاين الريفيرونس يسقسي عليها وغنعطيو عليها جميع المعلومات سواء يعيط لينا او لا يسقسينا في ميساج او لا اوديو في الواتساب. اهم حاجه جيم 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 وبارطاجي بارطاجي بارطاجي. باقي شي حاجه هي ما سقسيتيني تبعكم غير فلاش نيوز ما عندكمش ريزو سوسيال كاين لاباج فيسبوك الجروب فيسبوك لاباج انستغرام اللي تقدروا حتى هما كيحطوا فيهم كل جديد ديالنا. باقي شي سؤال اخر حسيت براسي في امتحان باقا الدعوه هذه اللي ما نساوهاش. يلاه فاطمه ادعي معنا الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي تتعملوا الديور ديالكم يفتح لكم ببان رزق ويسهل لكم اللي كتمنوا يا ربي وقولوا امين ونهاركم مبروك. امين.